ان انا غلطانه والغلط راكبني من فوق لتحتي، وان انا ما ينفعش كنت اقارن جوزي مع اي حد. وفي الاخر طلعت المقارنه اصلا ظالمه جوزي كمان، عشان لما فكرت اقارنه بواحد طلع فيه كل العيوب اللي انا قلتها لكم. والحاجه التانيه، نصيحتي لكل الرجاله المتجوزين انك ما تسمحش لحد من اصحابك يدخل بيتك، وان هو ياخد اكتر من مساحته الطبيعيه في ان هو صاحبك في الشغل او في الشارع وبس. ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ انا شهد جاي احكي لكم حكايتي النهارده. هي مش حكايه وبس، هي حكايه ونصيحه وتجربه انا عشتها بكل حذافيرها، وفعلا ما اتمناش ان حد يعيش اللي انا عشته، لاني حياتي اتلخبطت بعدها قوي، ولحد ما انا بكلمكم كده مش عارفه اعمل ايه. عشان كده جاي احكي لكم اللي حصل معايا. انا بقى شهد الدلوع او شهد الستايل، ده الاسم اللي خدته من اصحابي من وانا في ثانويه عامه. وفعلا انا كنت دلوعه جدا، انا كنت البنت الوحيده لماما وبابا، وطبعا جيت لهم بعد حوالي 8 سنين جواز. ابويا بقى كان مدلعني اخر دلع، كان مديني مساحتي في كل حاجه، كان شايف ان هو كده بيراضيني وبيحبني. عمري في حياتي ما طلبت منه طلب الا لما وافق عليه. حتى وانا صغيره افتكر وانا في اعدادي او في ابتدائي لما كنت احب اطلع رحله ما كنتش باخد وقت كتير قوي في المجادله معاه، لانه كان بيوافق على طول. علشان كده كنت بحبه وكنت متعلقه بيه لاكتر درجه انتم ممكن تتخيلوها. وعشان الدلع ده دايما كان في مشاكل مع ماما، لانها كانت شايفه ان البنت ما ينفعش تتدلع بالشكل ده، وكانوا على طول بيتخانقوا بسببي. هو كان بيدلع وماما بتعاقب، هو كان بيسايس وماما بتشد. ما هو ما ينفعش الطرفين يبقوا كده. علشان كده انا كنت قريبه لبابا اكتر من ماما. يمكن كان بيعمل كل ده علشان عارف ان عمره في الدنيا مش كتير، لاني وانا في اعدادي ربنا ما قردش ان هو يكمل معايا واسترد ودعته وتوفى بابا. من بعدها انا دخلت في حاله نفسيه صعبه قوي، لاني ما كنتش متخيله ولا مصدقه ان هو في لحظه راح مني. هو فعلا كان كل حاجه. من بعدها والدتي اتغيرت معايا قوي، بدات تعوضني عن عدم وجود بابا بحنيتها عليا ودلعها كمان. الشده اللي كانت بتستعملها معايا لغيتها خالص، ورفضها على كل حاجه بسبب وبدون سبب برضه لغيتها. كانت شايفه ان انا صعبانه عليها وان هي لازم تدلعني وتعمل اللي كان ابويا بيعمله. انا مش عارفه ده كان صح ولا غلط، بس بعدها بدات علاقتي بامي تتصلح وبقت احسن من الاول. وبالنسبه لحالتنا الماديه، حالتنا الماديه كانت كويسه جدا، وبابا كان سايب لنا اللي يكفينا ويفيد كمان. امي طبعا رفضت مبدا الجواز وعاشت علشان تربيني. وعدت الايام، من صغري وانا ليا اصحاب كتير قوي كانوا بيحبوني لاني كنت طايشه ومجنونه وبحب الضحك والخروج واللعب، ودايما كانوا بيقولوا عليا ان انا عايقه في لبسي. وعدت الايام بسرعه البرق ودخلت الجامعه، دخلت الجامعه اللي انا بحبها وكان نفسي من زمان ادخلها، وهي كليه الالسن. من يومي وانا بحب اكون مميزه في كل حاجه، اكون مميزه في شكلي، في لبسي، في كلامي، ما احبش حد يبقى شبهي. حتى دراستي لازم اكون مميزه وشاطره فيها والفت نظر كل المدرسين ليا، حتى لو الماده ما بحبهاش لازم اكون شاطره فيها. لما دخلت الجامعه كل اصحابي انبهروا بيا وبستايل لبسي، ما كنتش بكرر طقم اروح بيه مرتين الجامعه. كان ليا اصحاب بعدد شعر راسي، بنات وشباب، عشت حياتي بمعنى اصح بالطول وبالعرض. ومش هقول ان انا ما حبيتش، لا حبيت وارتبطت مره واتنين ويمكن تلاته كمان، لكن في كل مره كنت بنهي العلاقه من ناحيتي. كنت بحس ان الشخص ده مش هو ده اللي عايزه اكمل معاه حياتي. هتقولوا عليا مجنونه لو قلت لكم ان انا كان نفسي دايما اتجوز واحد يكون متدين قوي، واحد يكون وقور كده، واحد ما يكونش طايش ولا من شباب اليومين دول. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم معرفش. على الرغم اني بحب الفسح والخروج والدلع واللبس، بس كان نفسي دايما احب كده اتجوز واحد يكون راضين في نفسه. وعدت الايام لحد ما وصلت لسنه رابعه جامعه، وفي الفتره دي لقيت الدكتور عبد الرحمن اللي هو المعيد بتاعي في الدفعه كان بيحاول يقرب مني ويتعرف عليا. ومره على التانيه عرفت ان هو بيحبني وعايز يتقدم لي. في الوقت ده بصراحه انا انبسطت جدا، لاني كنت شايفه فيه كل المواصفات اللي انا بحلم بيها. حد محترم قوي، معروف عنه ان هو ما بيكلمش بنات ولا حتى ليه اي سابقه
في تجارب الحب، وكان وقور في نفسه وفي لبسه، وبيتهيألي الوظيفة بتاعته بتتكلم عن نفسها. فعلا بعد التخرج هو طلب مني ان هو يجي يقابل ماما علشان يتقدم لي وكده، وحصل وجيت قدم لي، وماما تعرفت عليه وقعدت معاه واعجبت بشخصيته جدا. بصراحة هو ما كانش عليه غبار خالص، واتخطبنا. بصراحة من يوم الخطوبة وانا بحس اني كل يوم بيمر عليا وانا معاه، وانا حبي ليه بيزيد. ما كنتش شايفة انه بيعمل اي حاجة في الدنيا غير انه بيحبني وبيحاول يعمل اي حاجة تسعدني، لكن كانت هي عشت معاه. وهو صاحبه تامر، كان ليه صاحب، هو اكتر من صاحب، هو حرفيا كان ابن خاله واخوه، كان كل حاجة ليه، ما كانش يعرف حد في الدنيا غيره. هتقولولي بقى طب وانت ايه اللي كان مضايقك؟ كنت حاسة ان تامر ده ضرتي. والله زي ما بقولكم، هو ما كانش عاجبني، كان واحد طايش كده، واحد بتاع بنات، كل حياته روج وبنات ولبس وبس، وهو ده اللي انا كنت اعرفه عنه. حتى فكرة الجواز هو ما كانش حاططها في دماغه، وبصراحة كده كنت بخاف على عبد الرحمن منه، كنت خايفة ان هو يفسد اخلاقه او يخليه يمشي في السكة بتاعته، علشان كده كنت دايما بتخانق معاه، وكنا بندب خناق الرب السما لما كنت اكلمه في التليفون واعرف ان هو سهران معاه في حتة، كنت بزعل وبتضايق قوي، وكل مرة كنت بحاول اعدي. انا تامر ده كرهي ليه كان بيزيد من غير حتى ما اتعامل معاه، ما كنتش عايزة عبد الرحمن يبقى شبهه، على الرغم ان انا متأكدة ان استحالة عبد الرحمن يبقى في يوم زيه، لكن بقى انا كنت شايفة ان هو ادمه صاحبه بالشكل ده ممكن في يوم يخرط عليه زي ما بيقولوا. وعدت الايام وعدت فترة الخطوبة بحلوها وبمرها لحد يوم الدخلة، والمفروض ان عبد الرحمن كان متفق معايا ان هو هيحود عليا بالعربية بتاعته علشان يوديني الكوفير انا وبنت خالي. وفي اليوم ده كلمته عشان اتأخر عليا. ايه يا عبد الرحمن انت اتأخرت عليا ليه كده؟ الساعة بقت 11 وانا لازم اروح الكوافير. معلش والله يا حبيبتي، معلش يا شهد، حرفيا والله انا كل دقيقة دلوقتي محتاج لها، والله يا 50 حاجة ما خلصتش. معلش حاولي تروحي انت او تلاقي اي عربية. عربية ايه؟ انا ماليش دعوة بالكلام اللي انت بتقوله ده، انا نص ساعة وعايز عربية تكون عندي هنا علشان اروح الكوافير. انت عارف الساعة بقت كام والجو تحت ولع ازاي؟ بقولك ايه، اتصرف. خلاص يا حبيبتي ما تشيليش هم، نص ساعة ان شاء الله وهتصرف وهبعتلك عربية لحد البيت. وانا سيبيني في اللي انا فيه ده، انا لسه البدلة بتاعتي ما جهزتش. وقعدت استنيت، وبعدها بنص ساعة لقيته رن عليا وبيقولي يلا يا ست البنات، في عربية تحت مستنياكوا قدام البيت، هتوديكي لحد الكوافير ونتقابل بالليل في الفرح يا عروستي يا قمر انتي. ونزلت فعلا، بس اتصدمت لما لقيت تامر ابن خاله هو اللي واقف. بصراحة ما كنتش بطيئه، بس قلت لا ده وقته ولا ده يومه علشان اتخانق خالص مع عبد الرحمن، ويلا قلت لازم اعدي اليوم، وركبت معاه العربية عشان كان هيوصلني. ومن اول ما ركبت لحد ما نزلت وهو ما بطلش كلام، عمال يضحك ويهزر. بصراحة وبيني وبينكم اسلوبه في الكلام يشد ويخلي اللي ما بيحبوش يحب يسمع كلامه، بس برضه ما كنتش طايقاه. لكن اللي كانت معجبة بحواره وبكلامه قوي ياسمين بنت خالي، كانت منبهرة بيه. وبعد ما وصلنا لقيتها بتقولي بقولك ايه، هو اللي اسمه تامر ده مرتبط متجوز او حتى خاطب؟ لا يا ستي، لا مرتبط ولا خاطب ولا متجوز، لا ان شاء الله. بصراحة طلع من عينيا الواد قمر، يخرب بيت كده، هو في حد بالحلاوة دي؟ انت ما شفتيش كلامه عامل ازاي ولا اسلوبه ولا ستايل لبسه؟ يا بنتي ده دمه شربات، ما بطلناش ضحك طول ما احنا في العربية. بقولك ايه، اتجوزي انت بقى كده وحاولي تربطيني معاه، وحياة امك انا هموت عليه. بصراحة طلع من عيني، انت عارفه ان انا عمري في حياتي ما ارتبطت، بس الواد ده حلو قوي. طب يلا يا اختي يلا عشان يومنا يعدي، انا العروسه، ها لمي نفسك بقى. وعدى اليوم والحمد لله، الفرح كان حلو قوي، وعدت الليله على خير، وعشت مع عبد الرحمن اسعد ايام حياتي. وياسمين جات لي زارتني مره واثنين وثلاثه، وفي كل مره كانت بتزورني كانت لازم تسال على تامر ده، كانها فعلا حبيته زي ما بيقولوا من اول نظره. تامر بقى
كان بيجي يزورنا في البيت، وجي فعلا مرة واتنين وتلاتة، وعلاقته كل يوم كانت بتزيد مع عبد الرحمن، وأنا بتضايق كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله. وبعد حوالي شهر من جوازنا بدأ طبعا عبد الرحمن ينزل ويشوف شغله ويقابل أصحابه زي الأول، وكان لازم يوم ويوم ينزل يسهر معهم في أي كافيه، وطبعا الصاحب الأساسي اللي لازم يكون موجود هو تامر. الموضوع ده كان بيضايقني وكان بيخنقني، وبدأ فعلا يعمل معايا مشاكل أنا وهو، لحد ما في الآخر قال لي: بقولك إيه، لو نزولي كل يوم هيضايقك يا ستي، خلاص أنا بنزل ألعب معاهم بلاي ستيشن، بنسهر شوية، بنشرب حاجة، هبقى أخليهم يجوا يقعدوا معايا هنا، وكده كده أوضة الصالون منفردة عن الشقة، يعني مش هنضايقك، وأبقى جنبك يا ستي، المهم إنك ما تبقيش متضايقة. وبدأ فعلا من اليوم ده يخلي تامر هو وواحد صاحبه كمان اسمه محمد يجوا يسهروا معاه. محمد جه في الأول مرة واتنين، وبعد كده مبقاش يجي، كأنه تقريبا انحرج، لكن تامر كان يوميا عندنا. في الأول ما كنتش ليا دعوة بيه ولا كنت بدخل، يا دوبك بقدم المشاريب أو الأكل وأخرج تاني، لكن أسبوع على التاني على التالت بدأت أمل، وفي مرة على التانية بدأت أدخل وأقعد أتفرج عليهم وهم بيلعبوا، وساعات الموضوع كان يطول ونتكلم مع بعض، لحد ما بدأت أقعد معهم في كل يوم هو بيجي، وبدأت أسمع له وهو بيتكلم وأفهم آراءه في كل حاجة، وأسلوبه الحلو قوي وكلامه اللي مسخرة وكله ضحك. وبدأت أقول بيني وبين نفسي: إيه ده أنا شكلي ظلمته، ده حد كويس قوي، مفهوش بصراحة غلطة، هو أنا ليه كنت شايفاه وحش كده؟ وفي مرة كنت بسأله هو ليه ما اتجوزش لحد دلوقتي، لقيته بيقول لي: والله يا شهد، الموضوع ان انا لسه ما قابلتش واحدة احس ان هي تقدر تكملني، مش لازم اتجوز وقت ما الناس تكون عايزاني اتجوز، انا لازم اتجوز وقت ما احس اني حبيت وان الانسانة اللي معايا تستاهل ان انا اخد الخطوة دي. ومش معنى ان انا خطبت مرة او اتنين او حتى صاحبت مرة او اتنين ان انا بقى بتاع بنات زي ما انتوا فاكرين، الموضوع ان انا بحب اعيش حياتي بالطريقة اللي تعجبني، ومش مهم الناس يعجبها، وبيتهيألي ده من حقي لأنها حياتي أنا. ساعتها رده أقنعني قوي وفكرني بنفسي زمان لما كنت أحب إن أنا أكون مميزة وأعيش حياتي بالطريقة اللي تعجبني وما يهمنيش حد. حسيت إن هو شبهي. وعدت الأيام وتامر بيجينا كل يوم، وأنا كل يوم لازم أكون موجودة معاه، ويلعب معاه مرة ونضحك مرة ونسهر مرة، وساعات الأعداد كانت بتوصل للفجر في أيام الأجازة. وبدأت أحس إن عدم وجوده في يوم أو إنه يجي في يوم ما يجي الناس زيارة، الموضوع كان بيضايقني جدا، وكنت بحس بملل فظيع، بدأت أحس فيه بمميزات غريبة. لكن مع الوقت بدأت ياسمين تزن عليا لما عرفت إنه بيجي عندي البيت، إن هي تيجي وتسهر معانا، وفعلا بدأت تيجي وتسهر معانا وتتعرف عليه، وبدأوا كده يحصل إعجاب بينهم. لكن في الوقت ده أنا كنت ببقى متضايقة ومخنوقة لما أشوفه واخدها على جنب وقاعد بيتكلم معاها، كنت ببقى غيرانة، بس أرجع أقول: إيه ده، غيرانة إزاي؟ لا مش معقول، هو أنا هغير عليه بتاع إيه؟ هو لا جوزي ولا حبيبي ولا ليه دعوة بيه أصلا. بس الموضوع فعلا بدأ يزيد عن حده، لدرجة إن أنا ما بقتش أبلغ ياسمين بالأيام بيجي يسهر معانا فيها، لكن هو كان بيعرفها لأنهم كانوا خدوا تليفونات بعض. وفي الوقت ده أنا كنت ببقى متضايقة، وأحيانا كنت بعمل أي مشكلة عشان القعدة تتفشكل وإن أنا ما شوفوش قاعد معاها. الموضوع ما وقفش لحد كده، الموضوع إن أنا بدأت أقارن بينه وبين عبد الرحمن، أقارن بين أسلوب لبسه وأسلوب لبس عبد الرحمن، استايل شعره وشعر عبد الرحمن، لحد ما في مرة لقيته جاي من شغله وكان جايب بدلة جديدة معاه، وبيقول لي: بقولك ايه يا حبيبتي، انا جايب بدلة جديدة النهاردة علشان عندي اجتماع في الكلية، وعايزة اقيسها كده وتقولي لي ايه رأيك. وبعد ما قاسها لقيت لي بقول له: ايه القرف ده، انت جايب لي بدلة واحد عنده 70 سنة؟ يا ابني بص لنفسك شوية، انت عندك كم سنة؟ ده انت عندك 37 سنة، اللي في سنك لسه ما اتجوزوش، اهو تامر قدامك اهو، شوف ستايل لبسه عامل ازاي، والساعات اللي بيلبسها، ولا الجزم، ولا حتى تسريحة شعره، انت دافن نفسك ليه كده ولا كأنك عندك 50 سنة؟ ايه القرف ده؟ الله يسامحك يا ست هانم، انا مش هرد عليك ولا هقولك انت ازاي تتكلمي مع جوزك كده يا شهد،
بس بعد سنة خطوبة وحوالي 10 شهور جواز. جاي دلوقتي تفتكري ان انا شكلي ولبسي وستايل شعري مش عاجبينك؟ والله مش عارف اقولك ايه. ان شاء الله ما قلت. انت اصلا ما عندكش حاجة تقولها، روح بص لنفسك في المراية يا ابني. انت عامل ليه كده؟ انا كأني متجوزة جدي. عيش سنك شوية، ها عيش سنك. ومن اليوم ده بدأت المشاكل تزيد يوم عن التاني مع عبد الرحمن، وما كنتش بلاقي حد احكي له همومي ولا مشاكلي غير تامر اللي ما كنتش بطيقه، وهو كان بيحاول يهون عليا ويطلعني انا الصح، وان عبد الرحمن مهمل في نفسه وان انا لازم استحمل. بس كان يرجع في اخر كلامه يقول لي: والله يا شهد لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي حد يحبك زي عبد الرحمن، يمكن عشان هو بس متعود على الاسلوب ده في اللبس او في الستايل، بس صدقيني مرة على التانية هيبقى احسن معاكي. لكن انا كنت باخد حجة مكالمتي معاه ان انا اتكلم معاه هو، مش علشان اصلا احكي له عن مشاكلي. لكن الموضوع زاد ومشاكلي مع عبد الرحمن زادت، لحد ما في يوم حصل بيني وبينه مشكلة كبيرة قوي. وفي الوقت ده كان هو جايب لي اكل وهو جاي من بره، كان جايب حمام وكوارع وهو حاجات كده اكل شعبي وبلدي قوي، يعني المحمر والمشمر زي ما بيقولوا. واول ما جه لقيته طبعا بيفاجئني بالاكل، واول ما اكلت قلت له: ايه الاكل التقيل ده؟ انت عارف الساعه كام؟ الساعه 12 بالليل، حد يجيب بط وحمام وكوارع في وقت زي ده؟ يا ابني الناس بتاكل بالليل بيتزا، بتاكل فطاير، بتاكل سندوتشات شاورما، مش القرف اللي انت جايبه ده. انت محسسني ان احنا عندنا 60 سنة ومتجوزين بقالنا 100 سنة. بقولك ايه، انت حياتك بقت تقصر العمر، انا قرفت والله العظيم من العيشة دي. بقولك ايه يا عبد الرحمن، بصراحة كده انا عايز اروح عند ماما اقعد يومين شوية، لان عيشتك دي ما بقتش عجباني، ولا في حاجة في اللي انت بتعملها في حياتك عجباني. كل حياتك شغل الصبح ونوم بالليل يا سهر مع اصحابك، غير كده معرفش عنك حاجة. انت فيك ايه يا شهد؟ ايه اللي مغيرك؟ حياتي ما بقتش عاجباكي لا بطورها ولا بعرضها، كل اللي كنت شايفاه فيا مميزات قبل كده شايفاه دلوقتي عيوب، واقل حاجة فيا دلوقتي بتنتقديها. ايه اللي فيكي وايه اللي مغيرك؟ والله لا فيا حاجة ولا حاجة مغيراني، انا هروح عند امي. طب اعملي حسابك، ان خرجتي من البيت ده مش هترجعي تاني. ان شاء الله ما رجعته، والله مش الجنة لو خرجت منها مش هرجعها، اوعى كده من وشي. وفعلا لميت هدومي ورحت عند امي، حسيت في الوقت ده ان انا ياه اخدت حريتي ومرتاحه. وعدى اسبوع والتاني وعبد الرحمن ما سالش. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان انا في الوقت ده عرفت ان تامر خطب ياسمين بنت خالي، ومحدش كان قايلني. طب هما اتخطبوا ازاي وانا معرفش ومحدش فيهم بلغني؟ في نفس الوقت ده عبد الرحمن حاول يرجعني او يفهم ايه هو سبب تغييري، لكن انا كنت مصرة على ده، ان انا مش عايزة ارجع له تاني، وان انا ما بقتش شايفة فيه اي مميزات، والمرة دي طلبت الطلاق. وفعلا هو من غير حتى ما يجادلني وافق على الطلاق واداني كل حقوقي. فرحت ساعتها قوي وحسيت ان انا خلاص اخدت حريتي، وان انا واحدة بجمالي وبشكلي وبعيلتي لازم اتجوز واحد احسن من عبد الرحمن. وفات على طلاقي 2 شهر، وفي يوم لقيت ياسمين بتكلمني وهي منهارة من العياط، ولما سألتها عن السبب قالت لي ان هي انخدعت في تامر، وان هو زيه زي اي راجل في الدنيا، وان هي مش شايفة فيه ميزة واحدة، وهي زعلانة ان هي حبته وفي الاخر طلع مقلب، واحد مادي وواحد حقير وواحد خاين وواحد بيستغلها كل حاجة، واكتر حاجة بيستغلها فيها انه هو مادي وبيستغلها حتى في الفلوس، وانه هو كل الشغل اللي كان عامله عن نفسه ده ولا حاجة، وانه كل اللبس اللي بيلبسه ده عشان يلفت نظر البنات، وان هي رجعت له ذهبه وفعلا كرهت صنف الرجالة. عدى 2 و2 و3 على كل اللي انا فيه، وساعتها بدأت احس بفراغ في حياتي، واحس بقيمة عبد الرحمن جوزي، عبد الرحمن اللي ما صدق انه يطلقني ويبعد عني. بدأت أحس بقيمته وعدم وجوده معايا، وإن أنا إزاي كنت هبلة وعبيطة بالشكل ده وخليته يبعد عني ويطلقني كمان. في الوقت ده بس بدأت أفوق وأحس إن أنا عملت في نفسي جريمة، وإن أنا ما كانش ينفع أخلي الشيطان يسيطر عليا،
وإن إزاي إن أنا أسمح لنفسي أقارن جوزي بشخص تاني أيا كان إيه هو. بس ساعتها حسيت إن أنا لازم أرجع لعبد الرحمن واستسمحه، لأني مهما هلف الدنيا مش هلاقي واحد يحبني ولا يكون في احترامه وأدبه، وإن المقارنة إن أنا عملتها دي كانت مقارنة غلط من الأول، وإن أنا فعلا غلطانة. وبدأت إن أنا أتواصل معاه وأكلمه، وترجيته إن هو يرضى نتقابل، وبالعافية بعد محايلات رضي. ساعتها ما كانش قدامي أي كلام أقوله له غير إن أنا كنت بعتذر على كل اللي أنا قلته له، لكن هو قبل كلامي بالرفض، ولقيته بيقول لي: بص يا شهد، أنا ما حبيتش غيرك، كنت أول حب وآخر حب في حياتي، وما تفتكريش إن أنا من بعدك أصلا هفكر أتجوز، لكن الكلام اللي أنت قلته لي يكسر أي راجل، يكسر أي واحد يحس إن هو مش مالي عين مراته، أو إن هي ممكن تكون شايفة حد أحسن منه. أنا مش عارف أنت إيه اللي وصلك لكده، بس اللي أنا متأكد منه إني ما قصرتش معاك يا بنت الناس، أنت اخترتي الطلاق والبعد، وأتمنى إن أنت تلاقي الأحسن في حياتك، لكن رجوع تاني لبعض مش هيحصل. وقام وسابني، قام وسابني وأنا زعلانة على نفسي إن أنا ضيعت أحسن فرصة كانت في حياتي. ولحد ما أنا بكلمكم كده مش عارفة أرجع عبد الرحمن ليا، علشان كده جيت أحكي لكم حكايتي. جيت أحكيها لكم علشان حاجتين: الحاجة الأولانية عشان أعرفكم إن أنا غلطانة والغلط ركبني من تحتي، وإن أنا ما ينفعش كنت أقارن جوزي مع أي حد، وإن ما كانش ينفع أسمح للشيطان إنه يسيطر عليا وعلى قلبي وعلى عقلي، وفي الآخر طلعت المقارنة أصلا ظالمة جوزي كمان، عشان لما فكرت أقارنه بواحد طلع فيه كل العيوب اللي أنا قلتها لكم. والحاجة التانية نصيحتي لكل الرجال المتجوزين: إنك ما تسمحش لحد من أصحابك يدخل بيتك، وإن هو ياخد أكتر من مساحته الطبيعية في إن هو صاحبك في الشغل أو في الشارع وبس. وعلشان كده جيت أقول لكم الحكاية، وأتمنى تنصحوني بأي نصيحة أقدر أرجع بيها عبد الرحمن ليا تاني. أنا حاولت معاه بكل المحاولات، أنا عارفة ومتأكدة إن هو لسه بيحبني، بس مش عارفة أخليه يرجع ليا تاني إزاي ونتجمع تاني في بيت واحد. أتمنى تكون حكايتي عجبتكم، هستنى أسمع رأيكم فيها في التعليقات، وشكرا جدا للسمان الحد هنا، واللي أول مرة يزور قناتي أتمنى إنه يشترك فيها وما ينساش يدعمني كمان. وفي النهاية أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.